مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى عدد هذا الخميس من ضيفي الصباح. اليوم نتطرق معكم ومع ضيفنا إلى ملف مهم يتعلق بالمياه في شقه المتعلق بالبحث الأكاديمي على وجه الخصوص بالنظر للرهانات المنوطة وما يتوقع في ملف المياه على الصعيد العالمي ولكن محليا في بلادنا أيضا. ضيفنا البروفيسور مصطفى كمال مهوبي المدير بالمدرسة الوطنية العليا للري. سيدي أهلا بكم. أهلا بك أخ أمين، أهلا بكل المستمعين، صباح الخير. أولا نشكركم على هذا الدعوة، لكم الشكر على قبولها في ظل يعني على كل المستمعين إن شاء الله. سيد مهوبي، الأسبوع القادم سيكون فيه ربما من أبرز ملفاتها الجلسات الوطنية للفلاحة، ولا حديث في حياتنا لا في الفلاحة ولا في يومياتنا دون قطرة ماء. المدرسة الوطنية العليا للري منذ نشأتها، ما الإضافة، ما الأهداف التي أسست لأجلها وإلى أين وفقت في ذلك؟ بالفعل شكرا. هناك علاقة وطيدة ما بين الفلاحة والري، يعني هذه العلاقة تجسد في جعل كل الوسائل المتعلقة بالماء وتقنية الري في خدمة الفلاحة. ما يخفاكمش أن المدرسة الوطنية للري أو تأسست سنة 1972، وعندما تأسست كانت تسمى في ذلك الوقت بالمعهد الوطني لتحسين التربة، يعني كان الهدف تاعها هي المشاركة آنذاك في الثورة الزراعية، يعني في تكون كأداة ري لهذا المشروع الكبير. نعم. وكان تأسيسها بأمرية، يعني الصدف أنها كانت في شهر مارس، يعني ثم تحولت في سنة 1985 إلى مدرسة وطنية تحت الوصايتين، يعني الوصاية البيداغوجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وآنذاك وزارة الري والغابات، ثم تحولت كلية في سنة 1998 إلى مدرسة وطنية عليا للري، ثم مدرسة يعني كبرى في سنة 2007. مهام المدرسة أولا هي تكوين الإطارات من مهندسين، وكان هذا هو يعني الهدف الأول، هو تكوين مهندسين ذات كفاءة عالية لجسد كل الأهداف المتعلقة بالجانب الفلاحي. ما خوش أن الماء هو عنصر هام، وباش تنجح يعني هذا العنصر، يبقى تنجح الفلاحة يجب أن يكون هناك يكون هناك سبل للري والسقي وكذلك تعبئة المياه في السدود إلى غير ذلك. يعني كل هذه المتطلبات يجب أن تكون تحت خدمة الفلاحة، وهنا تكمن العلاقة ما بين الري يعني في مجال التكوين والبحث والفلاحة. وللمدرسة يعني عندها عدة يعني علاقات في هذا المجال مع الجانب الفلاحي. سنأتي إلى ذكر العلاقات التي أسست لها المدرسة بالنظر لحاجتها إلى الآخر وحاجة الآخر لها. يعني اليوم عمليا الدفعات التي تتخرج من المدرسة الوطنية العليا للري، يعني حتى الدخول، أعتقد أنه الالتحاق بالمدرسة ليس بشيء هين بالنظر لخصوصية هذه الدراسات، وشهدنا قبل أسبوع فقط بروفيسور مهوبي فعالية الأبواب المفتوحة التي واكبتها المدرسة بولاية البوليدة، والخاصة بالطلبة المقبلين إن شاء الله على أبواب الجامعة بدءا من الموسم القادم. المتخرجون من المدرسة الوطنية العليا للري، ما الإضافة التي قدموها اليوم لسوق العمل، لسوق المياه في الجزائر؟ ونحن ندرك بأنه كانت أزمة في سنوات سابقة بروفيسور، بصراحة كان فيه نقص فادح لكي يستفيد المستثمر الجزائري، واستقطبنا ما استقطبنا من يعني إطارات أجنبية. اليوم هل فعلا يمكن أن يراهن أي مستثمر شرق غرب وسط أو جنوب البلاد على متخرجي المدرسة لكي يحمل له إضافة نظرية تطبق على أرض الميدان في مجال الري؟ بالفعل أولا المدرسة هي كانت أول مدرسة في هذا الميدان، في ميدان الري، يعني حتى الجامعات كل المعاهد الجامعية اللي تأسست ما بعد ذلك وفتحت يعني مجال الري استنبطت كل البرامج، يعني جل البرامج من هذه المدرسة، لأن المدرسة تكون إطارات ذات كفاءة،
وذات كفاءة عملية، لأن التكوين عنده علاقة وطيدة مع المجال العملي. يعني كدليل على ذلك، أكثر من 60% من مديري مؤسسات أو مديري مديرية الري، دونك لي ديريكسيون دو ريسورس دو ريسورس اونو، يعني مديرية الري، هما من خريجي المدرسة. زد على ذلك عدد كبير يعمل أو له مناصب الآن ذات مناصب دونكادرومون عالية، إطارات في مؤسسات سواء الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الديوان الوطني للسقي وتصريف المياه. يعني هذا يدل بأن المدرسة، المشكل هو في الكمية، بأن المدرسة ذات فيها صرامة، فيه كذلك شروط نوعا ما، في شروط انتقاء، يعني وهذه تتماشى مع ككل المدارس، مدارس الكبرى، يعني مدارس الهندسة. نعم. يعني فيه شروط وفيه كفاءات وفيه كذلك تكون ديزابتيتود، يعني عند الطلبة يكون عندهم يعني مؤهلات في الرياضيات وفي الفيزياء خصوصا، يعني خصوصا في الرياضيات. يعني وهذا هو الإشكال ما يلقاه الطالب عندما يدخل المدرسة في السنة الأولى التحضيرية، هو عنده بكالوريا يعني معدل عالي يعني وجابوه، ولكن في الرياضيات ما عندوش هذه المؤهلات اللي تخليه يعني. وهنا راه حتى الوصاية راهي تعمل مجهود أكبر باش يعني نجد الخلل في هذا الآخر ونتفاداه، ويكون هناك حتى الانتقاء تاع الطلبة لهذه المدارس يكون انتقاء جيد، وماذا بينا ما يكونش رسو. المعذرة على المقاطعة السيد ميهوبي، فقط لأنه قبل أيام فقط كان شرفنا السيد غوالي وهو المدير العام للتكوين والتعليم العاليين، يعني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطرق إلى مختلف الدراسات والأبحاث التي تعمل عليها الوزارة. أعتقد أنه في هذا الإطار تدخل ما تفضلتم إليه. هل فيه مؤشرات لأسباب هذا الخلل؟ يعني إذا كان فيه نقاط متخرجين من شهادة البكالوريا مثلا عالية جدا ثم يلتحقون بأي مدرسة بما فيها المدرسة الوطنية العليا للري، ويصطدمون ربما بدقة وصرامة هذه الدراسة التي تستلزم ذلك، الخلل يكون من هو أولا في الرغبات في التسجيل، أو في الرغبات يعني في عندما يتحصل الطالب على شهادة البكالوريا. غالبا ما الطالب يبقى يفيج ولا يبقى ينظر إلى الرغبة الأولى، يعني ويشوف الرغبة الأولى في بطاقة الرغبات يسجلها، والرغبات الباقية يسجلها بدون يعني بدون تفكير وبدون ما يراعي المؤهلات. وغالبا كذلك في هذه الرغبات 2 3 4 وقبل كانت 10، تلقى هو يتجه ويتوجه في الرغبة 10 ولا الرغبة 9. هذوك الرغبة هذيك وملاءها في جدول الرغبات وبدون ما يراعي المؤهلات تاعو. والابواب المفتوحه تفضلتم بها، يعني في الكلمه تاعك الابواب اللي قمنا بها، الابواب المفتوحه الاسبوع الماضي في كل المدن الجامعيه، الهدف منها هو هذا، هو التقرب للطالب واولياء الطلبه واعطائهم كل المعلومات عن المسارات البيداغوجيه والمتطلبات. يعني قبل ما نروحوا لعالم الشغل، قبل ما نتكلموا على اذا حبيت يعني تكون مهندس في الاعلام الالي ها واش يكون، اذا حبيت تكون مهندس في الري هاي المطار وهاي المسارات وهاي كيفاش راح يكون المسار البيداغوجي. هنا التلميذ، يعني راه التلميذ مازال ما تحصلش على يعني مره بعد ما تلميذ شات البكالوريا، وانطلاقا من هذه المعلومات يمكن له ان يسجل الرغبات ولا يسجل تماشيا مع معطياته وتماشيا مع مؤهلاته وقدراته. هل هذا ما سجلتموه في الابواب المفتوحه؟ كاين هذا في الامر الثاني، بس بالنسبه للمدرسه الوطنيه للري عندنا اللغه، عامل اللغه رغم ان تداركناه من خلال لا ريفورم الاصلاح اللي قمنا به، لان الان ادرجنا الفرنسيه والانجليزيه في كل اطوار يعني التعليم في المسار تاع المهندس، لقينا لان الطالب يكون عنده مؤهلات، ولكن في اللغه في السنه الاولى يجد صعوبات، لان الدروس المقدمه خصوصا بعد في التخصصات هي دروس بالفرنسيه. يعني يجد الطالب
صعوبه ماذا كاين بيطلق وطلبه يعني باش نقولوا هما عندهم هكذاك مؤهل حتى في الانجليزيه يعني باش بالك في الفرنسيه الان عندهم عائق وفي الانجليزيه عندهم مؤهلات يعني لقينا هذا وحتى في راعينا كذلك لقينا مشكل وراعى الاساتذه هو ما يخص التواصل اللغوي نقص شويه ولكن مع مرور السنين يعني في المدارس يعني يتنزل هذا يزول نعم. يعني هذا الشيء من هذا من الامور لاني اللي وجدوها ماهوش يعني حتى كل الطاقم بيدوجي ان هناك فيه اجتماعات مع الاساتذه وكاين اساتذه يعني اكفاء عندهم خبره ورام يراعوا يعني ويشوفوا الفرق من سنه الى سنه ما هي الجوانب السلبيه وحتى الجوانب الايجابيه فيه جوانب ايجابيه التلاميذ ولا الطلبات على الخمس سنوات هذه الفائته والماضيه عندهم كذلك مؤهلات في الاعلام الالي عندهم مؤهلات في يعني يمكن نراعوا هذه المؤهلات ويمكن نستخدمها في الاشياء اللي ناقصه يعني ما نقولوش باللي فيه يعني حتى طلبه اللي يحسنوا يتكلموا ثلاث لغات يعني بكل صراحه وعلى سبيل الذكر الطلبه المتفوقين اللي يروحوا يعني يدرسوا يكملوا دراستهم في الخارج من الطلبه المتفوقين سواء تاع المدرسه يعني تاع المدرسه عندنا السنه الفائته هذه باربع طلبات حصلوا رغم الاوائل في سواء في ايطاليا يعني في عندنا ربطنا علاقات مع مؤسسات اوروبيه بعدنا طلبة النجابة كلهم كانوا الأوائل وأوائل مع دول أخرى يعني من 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 يعني هذه فاش نأكد عليها مثلا في معهد الفلاحة لمدينة باري الإيطالية الطلبة اللي بعدنا تحصلوا هم على المراتب الأولى معهم طلبة من تركيا طلبة من رومانيا طلبة من إيطاليا حتى من إسبانيا وتحصلوا هم على المراتب الأولى مرتبة أولى ومرتبة سابعة في فوج يعني في شعبة فيها 25 طالب يعني هذا شيء جيد جدا شيء جيد جدا الشركات سأعود إليها في القسم الثاني من لقائنا السيد ميهوبي لكن فقط أبقى مع قدرة الكفاءات التميز أعتقد أنه هذا ما بدأ يفعل به بعض الطلبة إلى إنشاء النادي على مستوى المدرسة ولديه عديد نشاطات منها الأسبوع القادم احتفالية خاصة كذلك الإثنين القادم في نشاط في هذا السياق أعتقد متعلق بمجال المياه دائما واليوم العالمي للمياه شكرا في ما يخص النشاطات الثقافية والعلمية تحرص حتى الوصاية على باش يكون نشاطات للطالب لأن الطالب كما قلت الدراسة فيها يعني ضغط ويجب يجب على المؤسسات كل مؤسسة احنا يعني كمسؤولين يعني نقوموا بالواجب تاعنا فيما يخص تفعيل كل النشاطات والجمعيات العلمية في المدارس يعني جمعية واثنين قريب ويجب يكون أكثر من هذا وتكون نشاطات لأن هذا النشاط تنزع شوية الضغط على الطالب وكذلك تنمي قدراته الفكرية الابتكارية يعني هذا حتى شفنا احنا هذه الجمعيات العلمية عندها مبادرات مرات يعني أكثر من ممتازة يعني ما عندنا هنا الجمعية هذا النادي تاع الهندسة يعني منذ أكثر من أربع سنوات عنده نشاط خلال كل سنة وعنده برنامج مسطر ويعمل في البرنامج هذا في إطار يعني نظامي يعني مع الإدارة ويقوم بمجهودات ويقوم يعني بنشاطات اللي تخلي الطالب دائما يشارك وشفنا هناك تفاعل ما بين الطلبة وما بين هذه الجمعيات ونظن أن هذا الشيء يجب ما يكفيناش يعني يجب علينا نزيد نوفر للطالب كذلك الانفيرونمون يعني المحيط اللي يخليه ينمي القدرات تاعه يعني نقول لك بلي ان كعامة يعني حتى الشباب تاع الشباب الان عنده قدرات وبشبكات التواصل هذه الاجتماعي على علم كل مستجدات ما يصرى يعني كل ما يدور سواء هنا يعني في الوطن او خارج الوطن وعنده قابليه يعني للتطور ونظن يعني بهذه النشاطات ما تزيد الا كما قلت في المهارات وتزيد في القدرات نعم. وتزيد كذلك حتى في حب يعني المهنه تاعه وحب الوطن وحب يعني يحس لو سين دابارتونس يحب روحه انه هو انتماء عنده انتماء في المدرسه والوطن تاعه سيدي اهلا بكم شكرا
تطرقتم إلى نقاط داخلية تتعلق بمهام المنوطة بالمدرسة ودورها وطلابها، لكن عن الشركات الأجنبية أتحدث الآن سيد ميهوبي. تدرك بأن الجزائر في مختلف القطاعات سعت إلى تعزيز شراكتها لنقل التجارب وتبادلها مع الخبرات، وما يهمنا اليوم ما طبيعة الشركات التي أسستم لها على مستوى المدرسة مع الشركاء الأجانب بطبيعة الحال خاصة، ولكن ما الإضافة التي يمكن تقديمها من خلال هذه الشراكة لحاجيات الأرض الجزائرية، الفلاحة الجزائرية، طرق الري الجزائرية؟ وفيه كثير من المختصين قد يشتكون أحيانا يا إما من اعتماد أنظمة تقليدية في بعض الأحيان وغياب الفكر، لا أقول العصري على الرغم من وجوده، لكن غياب اعتماد لهذه الأنظمة التي قد تكون يعني خريج بحوث للطلبة على مستوى المدرسة مثلا. لا، هو فيما يخص الشراكة ما بين المؤسسات، أول قبل ما تكون شراكة خارجية للمدرسة لها، وهذا يعني أظن من الأشياء الجيدة للمدرسة ومن الأشياء الإيجابية، أن المدرسة عندها علاقة وطيدة مع الشريك الاقتصادي. يعني كل المؤسسات اللي تشرف على ميدان الهيدروليك، عشان لأن حتى الري يعني عنده كونوتاسيون، سمعوا لأنه سقي، يعني الري فيه غير السق، ولكن نقول ميدان الهيدروليك، كل ما عنده علاقة بالماء، المدرسة عندها علاقة مع مؤسسات. يعني وما يخفاكش في التكوين تاع الطالب المهندسين هذو، عندهم تكوين، عندهم تربصات ميدانية، يعني حتى 4 أسابيع 3 أسابيع، وكاين بعد 8 أسابيع لإعداد الأطروحة. يعني هذا الأول. ثاني شيء، عندنا الشراكة مع مؤسسات وحتى مع هيئات دولية، كل هذه تصبو إلى زيادة يعني في التكوين. كذلك التفاعل ما بين الأساتذة الباحثين تاع المدرسة، لأن المدرسة كذلك من مهامها التكوين والبحث، وهذا البحث يتجسد في إطار المشاريع، سواء كانت مشاريع دو كوبيراسيون، يعني تبادل التعاون. هل في عينات مثلا؟ عينات أو أمثلة لهذه المشاريع؟ مثلا آخر مثال هو برنامج بريما اللي راه الآن نعدو فيه، برنامج بريما سي برنامج الابتكار والبحث، اللي المدرسة رأيت شاركت بعدة اقتراحات عن طريق دي كونسورسيوم، يعني تجمعات مؤسسات ومؤسسة تعليم بحث ومؤسسات تعليم عالي فيما يخص هذا البرنامج. هذا البرنامج الأوروبي اللي الجزائر كذلك بلادنا يعني الدولة وضعت فيه رصيد مالي معتبر، وكذلك حتى الشريك الأوروبي. وفي هذا المجال فقط عندنا أكثر من 8 مشاريع يعني قدمناهم، لأن في انتظار هي في الإيفاليواسيون، يعني في التقييم. هذا شيء واحد. زيادة على ذلك، المدرسة تشارك دوريا في كل ما يتعلق بالمركز الوطني، المركز عفوا الدولي للأبحاث الفلاحية المتوسطي، دونك السيام، واللي من خلاله نبع يعني كل سنة عندنا 2 طلبة أو 3 طلبة يعني المتفوقين يروحوا يدرسوا يحضروا شهادات عليا. واش هو الغرض من هذا؟ من خلال هذه الطلبة نخلق تواصل ما بين هذه المؤسسات، ونخلق شبكة للتعامل مع هذه من خلال الطلبة. يعني الطلبة يروحوا، وحتى الطلبة من بعد ما يتحصلوا على شهادة الدكتوراه يعودوا يتصلوا، يعني يمكن لهم يعني يندمجوا في المدرسة عن طريق يعني لي بروسيدور ريغلمونتير، يعني ويلقاو في المدرسة. يعني هذا من جهة. زيادة على ذلك، عندنا علاقات مع بعض المخابر، وحتى المخابر هذه يعني بكل صراحة، يعني عندما الطلبة اللي حضروا شهادة الدكتوراه يعني يرسلوا لطلب يعني تربص، تكون الموافقة، لأن المدرسة عندها يعني اون ريبيتاسيون، عندها اون رينومي انترناسيونال في الميدان هذا. يعني الكل يعرف في الدول يعني ضيفة المتوسط، ضيفة الشمالية، يعرفوا مثلا مؤسسات في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في إسبانيا يعرفوا. حتى الآن قمنا علاقات حتى مع ماليزيا فيما يخص النوعية، يعني حتى هذا اللي بدينا نوعية أي شيء في نوعية التكوين، في نوعية التكوين، يعني حتى هذا في البداية باش نشوفوا واش نقدروا نشوفوا احتكاك هذا، نشوفوا واش
واش يمكن تفعيله فيما يخص النوعية، لان النوعية هذا ما بقاش درك ما اقتصرتش على التكوين، ما اقتصرناش على التكوين، لان النوعية هذا في اطار استراتيجية الوزارة الوصية، يعني اصبح حتى الان نعطي قيمة لنوعية التكوين، يعني نوعية التكوين فيه دي زوديت انتر، يعني فيه دي زيفاليوسيون انتر تاع كل سنة في جميع المجالات، ومنها نصحح كل ما يمكن تصحيحه لنزيد يعني في نوعية التكوين. وبما أنك تكون في نوعية تكون تكوين نوعي ما يكونش رسوب، وكما قلت نتجاوبوا مع متطلبات الاقتصاد مع متطلبات المواطن يعني بصفة عامة. ذكرتم الاقتصاد بروفيسور ميهوبي، وفي إعداد سابق ضمن ضيف الصباح هناك من تساءل عن حاجة الجزائر اليوم من مختلف يعني الوسائل الخاصة في مجال الري وتوصيل المياه، لأنه المشكل مش في الماء في حد ذاته ربما نوعيا وتحليلا وغيره، ولكن في تلك الأوعية أو القنوات التي توصل يعني هذه المشاريع الكبرى سواء داخل بلديات تجمعات سكنية أو غيرها، هل فيه إضافة نوعية يمكن أن يقدمها الطلبة المدرسة الوطنية للعليا الري قد توفر كمنظومة بحثية كثير من الأمور لمستثمر جزائري عوض استيراد كثير من المنتوجات التي أضرت بالاقتصاد الوطني لسنوات، وقد نطالب بعد سنوات لإعادة هيئتها بالنظر لعدم نوعية أو لانعكاساتها السلبية على صحة المواطن في مستوى على مستوى المدرسة الوطنية العليا للري؟ هل فيه ربما يعني مواد أو تخصص تأخذ هذا التفاصيل بعين الاعتبار مثلا؟ مثال فيما يخص كل ما يتعلق بالبحث وتطوير الوسائل المتعلقة بالري فيما يخص الكمي والنوعي، زيادة على عن المخابر البحث، لأن المدرسة فيها المخبر للبحث، فيها فرق يعني تبحث تشغل فيها هذه المخابر، هناك المدرسة تسهر على التكوين المستمر. ما معنى التكوين المستمر؟ هو رسكلة الإطارات. نعم. ما يخفكش كل إطارات تقريبا مؤسسات مؤسسة للتسهر على الموارد المائية تبعث بالإطارات تاعها في تكوين قصير المدى تاع أسبوع. والتكوين هنا كاين زوج، كاين تكوين بالبطاقة يعني حسب رغبة المؤسسة، وكاين تكوين اللي حنا المدرسة تقترحه على المؤسسة، وهذا يعني المدرسة تعتبر من المدارس يعني القليلة يعني اللي عندهم ما عدا ما المدرسة الأشغال العمومية اللي عندهم يعني نفس هذا الشيء. من 1991 احنا بنسهر على الرسكالة، هذا يعني حتى المهندس اللي تخرج من المدرسة هو دائما في تواصل في اتصال مع المؤسسة، يجي ودائما ياخذ المستجدات الجديدة. هذه الوحدة. ثانيا فيما يخص البحوث، فيما يخص البحث عندنا فرق تسهر كما قلت على أول اقتصاد الماء، لأن الماء الآن مش قضية تعبئة فقط، التعبئة الحمد لله من 99 للآن أنجزنا عدة سدود، أصلحنا عدة قنوات، كاين وفرة في المياه، ولكن الآن يجب ننظر من جانب آخر هو جانب اقتصاد الماء. كيف يكون اقتصاد الماء؟ أولا في التسيير، وفي التسيير هذا من مهام المدرسة في التكوين، يعني في التكوين نعطيهم كل ما يتعلق بتسيير الحديث. زيادة على ذلك في البحث هناك فرق تشغل فيما كل ما يتعلق باقتصاد الماء، كيف باستعمال التقنيات التي تستعمل ولا التي تنتج اقتصاد في الماء، مثلا ليغيغاسيون غوت ا غوت يعني السقي بالتقطير، التقطير ما بقاش تقطير يعني كلاسيكي، تقطير انتيليجون يعني باستعمال توسكي تقطير ذكي، وحتى البرامج هذه تاع اللي كنت ذكرتها سالفا تاع بريما يعني تصب في هذا، إعادة استعمال المياه الغير عادية، وما معنى غير عادية؟ المياه المستعملة، يعني المياه المستعملة نصفيها، ما يخفاكمش الجزائر عندها أكثر من 70 محطة تطهير المياه، يعني هذه المياه نعاود يعني نستعملها سواء في الفلاحة حتى في الصناعة برسكلة المياه، لأن أن المشكل الماء مش يعني مشكل يمسنا كلنا، يعني كلنا، لأنه حتى رجع الماء هو يعني شغل استراتيجي، يعني حتى النزوح يعني الماء هناك كميات كبيرة ناقصة تاع ماء تاع شح في الماء في الساحل، وهذا ما نشوفه احنا النزوح هذا تاع النزوح نحو الشمال، يعني الماء الآن
هو عنصر حيوي. وكان شيء آخر، لماذا هنا اقتصاد؟ هناك نمو يعني في عدد السكان، يعني كروسونس ديموغرافيك، هناك احتياجات تزيد مع النشاطات، لأن حتى احنا رايحين ندخل في عالم في استراتيجية التصنيع، يعني نحتاج للماء. راح كذلك عندنا كما قلت إلى أن نحصل الاكتفاء الذاتي، يعني عندنا احتياجات الماء. يعني والآن نغير نظرة على الماء هذه، تعال استعمال كلاسيكي، استعمال ذكي للماء، استعمال اقتصاد للماء، وحتى نغير الذهنيات، يعني حتى المواطن، يعني حتى في المدرسة هذه المجموعات العلمية أو الكلاب السيونتيفيك النوادي عندها كذلك تشارك، نعطوا حتى الأولاد يعني كيفاش نفتح الحنفية، كيف نستعملها، كيف نقتصد الماء. يعني هي بليزيور شونتي، يعني عدة ورشات عديدة. وذكر الاكتفاء الذاتي يجرنا إلى الحديث عن الأمن الغذائي لأن الشيء مترابط. لكن سؤال أكبر هنا بروفيسور ميهوب، يعني تدرك بأنه في السنوات الماضية وحتى اليوم هناك من يتكلم عن اقتصاد الماء، لكن عن حروب المياه في المستقبل في الجزائر. يعني لدينا نصيبنا من الأهمية والمسؤولية في الحفاظ على يعني المياه الباطنية، والتي هناك ممن قد يستنفذ أو يعني يستغل تلك المخزونات بطريقة لا تكون علمية، وهو ما يضر بهذه الخزانات. لكن عموما وانتم استاذ يعني وملم، وانتم بروفيسور يعني ما شاء الله على مستوى المدرسه الوطنيه العليا للري، كيف تقرؤون اهميه التدقيق في هذا الامر؟ لانه اسابيع قبل رمضان الكبير سيعود سيناريو التبذير للاسف 7 ملايين خبزه في اليوم. فناهيك على قضيه المياه، يعني الحنفيه او حتى في فضاءات المقاهي وغيرها، هي سلوكات يشمئز لها الانسان الذي يعرف قيمه الماء والخطوره التي تمثله في المستقبل. على مستوى المدرسة في جزئيتين، وبها نختم اللقاء سيدي الكريم، كيف يمكن أن تصل الأبحاث ومساعي المخابر على مستوى المدرسة كي يستفيد منها الفلاح على وجه الخصوص؟ وهناك من الفلاحين للأسف من يعتمد على أساليب تقليدية أو لا يعتمد الأساليب العصرية بتعبير آخر. من جهة أخرى، كيف السبيل إلى التحسيس دائما والتذكير بخطورة التبذير المفرط للمياه؟ هو مربط الفرصة كيف يكون التحسيس؟ التحسيس يكون بالإعلام، وأظن أول شيء يعني اللي يجب تقوم به المدرسة وهي كطرف يعني في الإشكالية الماء، لأنها هي تصارع لتكوين الإطارات، يجب أن هي تفتح المدرسة، تكون مفتوحة على العالم الخارجي، على العالم الاقتصادي، من خلال ملتقيات كمثلا في يوم 23 عندنا الأيام المتعلقة، يعني عندنا محاضرات ودرنا عندنا رخصخنا يعني اون تراديسيون تقليد في المدرسة، هو جعل دائما في شهر مارس او شهر ابريل هناك ملتقى نناقش فيه مواضيع اللي تهم الوطن والمواطن وتهم لا كوميونيتي، يعني سيونتيفيك، تهم مثلا في الايام هذه المقبله يوم 23 ابريل عندنا اليوم يتكلم على اقتصاد الماء واستعمال الطاقات المتجدده، لان هناك تكامل ما بين هذو الماء واستعمال الطاقه. ما تكونش طاقة، ما تكونش طاقة ما يكونش ماء، ونفس الشيء كذلك، لأن يعني غلاسيون انتيم ما بين الماء. في اهتمام خاص مع ذلك البروفيسور للطاقة المتجددة على مستوى المدرسة؟ في على مستوى المدرسة الآن شرعنا حتى في البرامج، يعني أدرجنا بعض المقاييس اللي يعني عندها علاقة مع الطاقة. والشيء كذلك هو هذه كيف تكون التوعية والتحسيس، هو بالمدرسة تكون مفتوحة على العالم الاقتصادي وعلى الشركاء الاقتصاديين، حتى الناس اللي يكونوا نافذين يعني يقدروا يكونوا يوصلوا المعلومة أو انشغال المدرسة، وحتى الباحثين البحوث ما تكونش بحوث نظرية، تكون بحوث تطبيقية، تطبيق عندها ان امباكت، عندها بعد وعندها صدى اقتصادي. البحث اللي ما عندوش صدى اقتصادي ما نشوفوش النتائج وما نشوفوش من خلاله بان هذه المؤسسه التعليم العالي والبحث العلمي وكل ما تصب عليه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي من خلال عد البرامج الوطنيه للبحث، من خلال كذلك المشاركه في هذه البحوث ذات طابع الدولي، هو باش يكون تقارب، يعني حتى في البحوث، يعني حتى في البحوث التكنيكيه ادرجنا مؤسسات، ما بقيناش يعني غير تعليم عالي، حتى وكالات مثلا الوكاله الوطنيه للموارد المائيه، الوكاله الوطنيه للسدود، ادرجناهم في البحوث هذو. علاش؟ لان كنت ما نقدروش كل واحد يعمل في زاويه. الان حق الوقت، لان كل يعني تكون هناك تضافر الجهود
باش يعني نقضي مرة واحدة يعني على هذا المشكل. ونظن أنا عندي اقتناع وعندي كذلك شيء أوبتيميست يعني تفاؤل بأن المشاكل هذه تاع المياه راح نتفاداها إن شاء الله، ولو نواصل على هذا الطريقة وفيه كفاءات رجية يعني حتى الطلبة هذو المهندسين اللي تحصلوا على شهادات يعني عندهم كفاءات يعني رغم نقولوا نعيبوا التعليم العالي وحتى التعليم ولا فيه كفاءات وفيه تفاؤل، ويجي نكملوا يعني بما أن النهاية تكون نهاية بالتفاؤل إن شاء الله يكون الغد غد الجزائر غدا يعني أجمل وغد يعني فيه ماء وديمو ما شاء الله للوطن إن شاء الله. بروفيسور ميهوبي مصطفى كمال مدير المدرسة الوطنية العليا لراي، شكرا جزيلا على كرم الإجابة عن أسئلتنا، وأكيد أن الموعد سيكون في أسابيع مقبلة وقبيل شهادة البكالوريا مع إعادة التذكير بالفرص الالتحاق بالمدارس الوطنية ومنها المدرسة الوطنية العليا للري. مستمعينا للتفاعل معنا دائما صفحتي الفيسبوك بالعربية ضيف الصباح الصفحة الرسمية والقناة الأولى وموقع الإذاعة الجزائرية راديو ألجيري بوان دي زات بالصوت والصورة. إلى اللقاء.